يا صباح الورد، صباح الحب، صباح السعادة، صباح راحة البال، صباح الأمن، صباح الأمان، صباحكم كل حاجة حلوة حبايب، صباحكم مختلف، صباحنا عيد الحب، هابي فالنتاين داي 14/2/2020. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الناس، على كل البنات، على كل الشباب، على كل الولاد، على كل الناس كلها، على أمهاتنا، على أبهاتنا، اللي بابا عايش، الماما عايشة. عيد الحب مش بس للزوج والزوجة على فكرة، ولا للحبيب وحبيبته، لا، عيد الحب لكل الناس اللي بتحب بعض من قلبها بجد. عيد الحب للي بتحب من قلبها بجد، سواء اللي بتحب جوزها بجد، بتحب خطيبها، اللي عندها حبيب وبتحبه بتحتفل معاه النهاردة، اللي بتحب مامتها وباباها بتحتفل معاهم. مش لازم انتي تكوني متجوزة علشان تقدري تقومي تعملي اللي انا هعمله معاكم النهاردة ده، لا، انتي تقدري تعملي كل ده، وانتي برضو حتى لو مش متجوزة تقدري تعملي لولادك، سوري، تعملي لصحباتك، تتجمعوا بحب، حب بجد من قلبكم، تتجمعوا وتحتفلوا مع بعض، كل واحدة تعمل حاجة وتحتفلوا مع بعض من قلبكم. إذا أنت متجوزة اعملي واحتفلي مع جوزك في البيت بجو رومانسي، وحضري أحلى جو رومانسي، هوريكي ازاي إن شاء الله في الفيديو. هتحضري كل ده بكل سهولة، كل اللي انتوا شايفينه ده معمول بالبيت بكل سهولة وبكل بساطة، مش واخد أي حاجة. أنا بعمل دلوقتي الإيديتنج للحلقة الفجر، علشان أول ما خلصت عشان أنزلها على طول، عشان اللي تصحى وعايزة تعمل أفكار. يا رب الفيديو يعجبكم وشوفوه للنهاية، وإن شاء الله تكون في كل أفكار جميلة. يلا كل عيد حب انتوا بخير. أنا عارفة إن هو إحنا ملناش غيدين في السنة، ومؤمنة بحاجة زي دي، بس ما فيش مانع، الواحد بيبقى ما بيصدق يدور أي حاجة يفرح بيها. يلا تابعوا الفيديو للنهاية وإن شاء الله يعجبكم. هنخش في الوصفة على طول مع بعض، تمام؟ أنا عندي هنا 8 بيضات حطهم في البولة دايركت، وعندي معلقة بيكنج باودر، كوباية كبيرة قوي من السكر، لأن أنا هعمل 2 كيكة، يعني ده عدد 2 كيكة، كيكة واحدة حطي 3 بيضات أو 4. عندي هنا كوباية إلا ربع من الزيت لعباد الشمس خفيف، نص كيلو من الطحين، إذا احتاجنا زيادة هنحط. عندي كوباية كبيرة من الحليب السائل، معلقة فانيليا واللون الأحمر عشان هنعمل كيكة حمراء او ريد فيلفت بالشوكليت والاحمر. عندي هنا البيض هحط عليه معلقه كبيره من الفانيليا، وهحط عليه كوبايه السكر بودر. طيب تمام، دلوقتي انا هعمل ماكس ليهم. طيب انا دلوقتي بعد ما خلطتهم نزلت كوبايه الحليب والكوبايه بتاعت الزيت، وبرضو خلطتها معهم، يبقى انا كده خلطت كل مكوناتي خلاص. الباقي عندي الطحين والبيكنج باودر. دلوقتي هنزل بالطحين نص كيلو بالظبط، انا خدت مني نص كيلو طحين، وكمان معلقه كبيره قوي من البيكنج باودر، وحطي غطا من الخل، تمام، عشان تخليها هشه كده وخفيفه. كده انا الخليط بتاعي بقى تمام جدا زي ما انتم شايفين، تبارك الرحمن، تحفة. هتبدأي انتي هنا بقى براحتك تتحكمي، عايزة الخليط بتاعك يكون أبيض، الكيكة تكون فانيليا خليها، هتكون هشة وسبونج وجميلة. حابة تحطي اللون الأحمر زي ما أنا ما عملت حطي، تمام. عايزة تعمليها ريد فيلفت هتحطي شوكلت مع اللون الأحمر، هتبقى معاكي الريد فيلفت وجميلة وسهلة جدا. أنا هقسم الكيكة الخليط ده على كيكتين او ديت اللي انا هعملها التورتة، هحط فيها الخليط وبس كده، وهدخلها الفرن على النص تستوي، والباقي هحط عليه كفشتين شوكولات وهخلطهم، وهزود اللون الاحمر شوية، وبرضو هقلبهم كويس واحطهم بالصينية وادخلهم في النص. اول ما يستووا تعالوا هنشوف هنكملهم ازاي مع بعض. كده بعد عندي التانية اللي هي الريد فيلفت.
اوكي تمام. انا دلوقتي حطيت الحليب، حطيت السكر باودر معلقة، حطيت واحد دريم ويب وخلطتهم. بعد كده نزلت بعلبة الجمر برضو خلطتهم. تقدر تحطوا بقى بلو بيري، ريسبيري، استروبيري، اي حاجة انتوا عايزينها مع الكريمة. طيب دلوقتي انا الكيكة بتاعتي خلاص اوكي، عملت بس كوباية جيلي، جيلي عادي بتاعك بس يكون شوية مركز. وعندي بقى قدامي الفراولة يعني الفواكه اللي انا هستعملها. انا هاخد الريسبيري علشان عايزها تبقى حلوة، وشايف من شايفين الكيكة خفيفة ازاي وجميلة. قلبتها على الناحية التانية، لو عايزة تقطعيها قلب هتيجي من ناحيتين تعملي كده، وهتاخدي دول وتقفليهم من فوق تمام، او تقدري تحددي من فوق برضو شكل القلب وتستغني عن الاتنين دول تعمليهم كرات او اي حاجة تانية. طب لو انت هتقفلي الكيكة بالكامل هتيجي بيهم من فوق وتحطي الكريمة عليها بالكامل تمام. بس انا هعملها بطريقة تانية، بس حبيت اوريكم الخطوة دي علشان لو حابين تعملوا شكل القلب. دلوقتي انا هبدأ احفر من النص واشيل كده زي ما شايفين بالسباتيولا بكل سهولة هتترفع معايا، هشيلها على جنب ونبدأ نحط الجيلي بالكامل. طيب وانتي بتحطي الجيلي كوني حريصة ان انتي تحطي على الاطراف كلها، حتي على الطرفين اللي احنا قصيناهم، بحيث ان انتي تكوني يعني تكون متروسة. حتى الناحية التانية على الوش التاني انا حطيت عليه برضو الجيلي. بصوا طبعا انتوا مش هتحتاجوا ان انتوا تقصوها كده، بس انا علشان بوريكم الشكلين علشان يبقى عندك الطريقتين. لو عايزة تعمليها شكل الهارت بتقصي وتحطيها من فوق، عايزة تعمليها زي انا كده على طول بتبدأي تحفريها وتشتغلي على طول تمام كده بنات. انا دلوقتي بعد ما سقيتها كله الجيلي دلوقتي حطيت الفراولة، برضو فتحت الاطراف وحشيتهم فراولة بحيث انها تكون كلها متروسة فراولة وكريمة. وهبدأ ان انا اخد بقى الكريمة بتاعتي الجميلة مع الجيمر، هبدأ ان انا اوزعها كلها من جوه. لما بتيجي تاكلي الكيكة دي تحسي كأنك بتاكلي مش عارفة تشيز كيك، بس بالكيك مش بالبسكويت، بجد بجد تحفة. وعلى فكرة التشيز كيك لما تعمليه بالكيكة متعملوش بالبسكويت بتبقى برضو جميل جدا. انا دلوقتي خدت الوش التاني بدأت ان انا اغطيها، واخد بقى الاطراف بقى بتاعتي كده اسكرها بالكامل. هتظبطي ان انت تقفلي الوش، بعد ما قفلته كده هبدأ ان انا اغرقها كلها بالكريمة. احنا القلب بتاعنا تمام، هناخد الريسبيري بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنعمل الهارت، هنبتدي دي من هنا كده بالنص. طيب تمام، انا دلوقتي بديت ان انا احط الروزبيري هو اللي يكون على الطرف علشان بيكون بارز كده ومديكي شكل الهارت قوي. تقدري ان انتي تترسيها كلها من جوه برضو بنوع واحد وتبقى كلها بس الهارت كله بالكامل يكون روزبيري. اوكي انا عملت الطرف كده وبدأت ان انا احط من جوه اطار تاني من البلوبيري. اوكي تقدري تحطي من جوه كلها برضو تكون ستروبري، كيفك بقى يعني انت شوفي عايزه تعمليها ازاي. اوكي انا عملت بالمنظر ده، وبعد كده هبدا ان انا اخد فراوله افتحها كده 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 بالسكينه علشان احطها بالنص، يبقى برضو الشكل مندمج اللون الاحمر تمام كده. وبعدها هحط تاني من الروزبيري على الاطراف حواليها، يبقى انا كده ترست القلب بتاعي كله زي ما انتم شايفينه، اعتقد المنظر رهيب. يعني هبدا بقى ان انا اخد البلوبيري واغرس كده بحيث يبقى كلها متروسه فراوله على الاطراف بالكامل، او تعملي زي ما انا بعمل كده هجيب فراوله تمام وهبدا اني انا اخد منها. شوفوا كده شايفين المنظر على راحه ايدي كده، شايفين رفيع السجارة. بصوا عشان تقدري تتحكمي في الرصة، وهتيجي هنا بصوا اهي على الاطراف عشان تخلي القلب يبان، ما تحطيش من يعني تيجي تعك الدنيا، لا اهو شايفين كده وداير من دور. هتعمليها بنفس المنظر بس تبعدي عن القلب عشان القلب يبان.
تمام. بعد ما عملتها بقى كلها بالفراولة زي ما انتوا شايفين، بدأت اخد البلو بيري واوزعه على الاطراف. بصوا التزويق ده بتاعكم، ممكن ما تعملوش كل اللي انا عملته ده وتجيبوا الشوكولات وتوزعوه على شكل قلب، برضو بيبقى شكل التورته جميل قوي. وتجيبي بقى الهديه بتاعتك برضو اللي انت جايباها مثلا لجوزك او لحبيبك او لخطيبك، وتغلفيها وتحطيها جنب التورته مع بوكيه ورد. بصي تعالي اقولك على حاجه، انتي مش لازم تستني، عشان بسمع كلام كتير من ناس كتير، مش لازم تستني ان هو يجيب لك الهديه وتبقي قاعده زعلانه ومورمه ومتخانقه عشان ما جابلكيش. لا، انتي ممكن انتي تحرجي ان انتي جبتي وطبتي جو رومانسي وجميل وتحفه، وحاجات في البيت وحاجات كلها بسيطه، انتي هتسعديه، هتلاقي نفسك احرجتيه، وبصي طلع كل اللي في جيبه ادهولك او نزل جابلك هديه في نفس الوقت. شوكليت بطريقه سهله قوي، عندي هنا الزبده، زبده بس تكون نوعيه فاخره، لوربك او المراعي دي، تمام. الاثنين دول بيطلعوا الشوكليت طعمه حلو قوي. ونفس مقدار الشوكليت هحط نفس مقدار كاكاو باودر. الكاكاو بقى اذا انت حباه الغامق حطي غامق، حباها تكون كاكاو فاتحه حطي كادبري من ده، او ده لو عايزاها تكون غامقه. طيب تمام، انا دلوقتي حطيت الكاكاو الخام ومعلقتين، سوري معلقه واحده بس من السكر الباودر، حطيتهم على الزبده وابدا ان انا اخلطهم مع بعض كويس. وهبدا بقى ان انا ابدع هنا. بصي انتي بدعي، انا عندي اللي هو الستاكس دوت جميل، نفس اسمه ايه ربي ريترز دوت، وعندي فراوله وعندي توت، عندي بلوبيري، عندي تاني عندي فورمات اعمل شوكليت. هبدع علشان اعمل كذا حاجه، تبقى انتي شكلتي المنظر بتاعك من شفتي الطبق الشوكليت ده. هنعمل كل اللي انتوا هتشوفوا دلوقتي. عملت الاستروبري بتاعتي، خدتها وغزلتها، وبدات ان انا حطيتها كده في الشوكليت، وحطيتها على على ورق زبده او على دوت بتاع الشوكولاته. خدت كمان برضو اللي هو الستاكس، وبدأت مش الستاكس اللي هو الخشب، لا اللي هو ده الورز اسمه ايه ريترز ده، بدأت ان انا عاوزته برضو الشوكلت، غرسته بالشوكلت قصدي، وحطيت عليه زعتر، هرش عليه زعتر. يبقى انا عملت برضو نكهة الزعتر، او تحطي رشة جبن بارميزان بيبقى معاه تحفة. وجبت الفورمة ديت على شكل الهارت، وبدأت اوزع برضو فيها الشوكلت، وهدخلها الفريزر لمدة 3-4 دقايق، بتمسك وبسرعة جدا. تقدري تحطي فيها ايس كريم، تحطي فيها اي حاجة كمان. تقدري بقى ترشي عليها رشة كده، او تحطي عليها رشة زعتر، او تكتبي زي ما قلت. طيب انت ممكن كمان على الفراولة بقى تكتبي شوكولاتة بيضة، تجيبي شوكولاتة ابيض وتكتبي عليها لوف، تكتبيها هابي فالنتاين داي، اي حاجه. انا جبت برضو دول الستيكس على شكل، شوفوا عليها الفوق دوت شكل قلب، شكلها جميل قوي. بدات اخد البلو بيري او الريز بيري، وبرضو احطهم فيها واحطها في الشوكليت، تمام. يبقى عندي برضو صنف تاني، وهنا رشيت زعتر. طيب تعالي بقى كده شوفي انت عملت ايه، عملت كذا حاجه، شكلتي بطريقه بسيطه جدا من بولاز ونونا تشوكلت، عملنا مع بعض. يعني حتى مش كلفتي نفسك تشوكلت، انت صنعتيه في البيت، عملتي كذا حاجه مع بعض. تقدري تجيبي برضو البطاط اللي انا عملته معاكوا قبل كده برضو تحطيه في الشوكلت، تجيبي ممكن تجيبي باسكت وتحطيه برضو في الشوكلت، بيبقى برضو جميل جدا. تمام تمام. لو مش حابين تحطوا خطوط، بصوا منظرها بقى تحفه قوي. تمام، نجيب برضو البلو بيري ونحط كده. تمام،
هنا تقدري تكتبي على القلوب ديت اسمه او حروف او اي حاجة. دلوقتي عملنا الفورمة هي القلب، تعالوا نشوفه كمان مع بعض. ايه رأيكم؟ دلوقتي هعمل معاكم الكوكيز بطريقة سهلة جدا وفعلا خفيفة ومش يعني هتنجح معاكم من اول مرة. اوكي، عندي كوبايتين طحين ونص معلقة من الكربونات الصودا دوت اللي هي بتاعت الكوكيز ونص كوباية سكر باودر، وعندي هيرشيز اللي هو ده شوكليت شيبس، بس يكون الشوكليت شيبس افضل حاجة جيبوها الهيرشيز لان فعلا بيكون انطع وطعمه تحفة في الكوكيز. تمام، اتنين بيضة، باكيت زبدة، هنقول مثلا ايه يعني كوباية زي كوباية الطحين فهناخد مثلا باكيت ونص. تمام كده، وعندي معلقة كاكاو باودر، لو عايزاها ريد فولفت هتحطي معلقة لون احمر مع الكاكاو، لو عايزة لونها احمر هتحطيها كده، عايزاها حليبية مش هتحطي حاجة خالص وهتحطي معلقة حليب بودر. تمام، في بولة عندي على السريع هنزل الزبدة بتاعتي. طيب انا دلوقتي نزلت الزبدة، هحط باكيت ونص وهحط كوباية السكر وهبدأ انا اخلطهم مع بعض بالمضرب. بتكون الزبدة حرارة الغرفة، تقدري تضربيها بالمضرب العادي مش لازم الكهرباء. بعد كده هنزل الاتنين بيضة مع فانيليا، ضروري تحطي فانيليا ما تنسيش. بعد ما ضربتهم كويس جدا بقى البيض مع الفانيليا مع الخليط، هبدأ بقى ان انا خلاص اوقف مضرب وانزل الطحين واجمع العجينة بقى بمعلقة بمضرب عادي مع كوبايتين الطحين مع نص معلقة الكربونات الصودا بس كده. طيب تمام، انا دلوقتي خدت جزء من العجينة علشان طبعا بقى احنا قلنا عيد حب وكده فعشان نحط فيها شوية لون احمر، وبقيت العجينة بتاعتي حطيت فيها معلقة واحدة من الشوكولات، وهنا حطيت معلقة من اللون اللي هو الريد واخلطها علشان تبقى كوكيز مناسب للعيد الحب. طيب تمام، لو عندك بتاعه الايس كريم هتبداي تاخدي بيها وتنزلي من غير ما تقعدي تبططي وتعملي الحاجات دي، انت بس نزلي وهي هتفك شويه ان هي عجينه زبده ففي الفرن هتفك شويه، لما تيجي تحطي الشوكليت شابس هتبداي ان انت تضغطي عليها. انا حطيت في هنا كده على الوش الشوكليت شابس وحطيت في الخليط برضو شويه من الشوكليت علشان اخلطه معاها. بصوا شكله مخلوط كده وبيبقى شكله جميل، وبرده هتحطي تاني على الوش، وبرده اللي هي الحمراء هبدا اني انا انزلها كده نفس الشكل واحط عليها الشوكليت شيبس او اللون الشوكليت الوايت اي حاجه. طيب تمام، زي ما انتم شايفين كده هبدا بقى ان انا اخلص الكميه بتاعتي وادخلها على فرن يكون سخن، اعمل درجه حراره متوسطه وادخلها، بتاخد يعني من 7 لـ10 دقايق بالكتير، وتكوني استوت تطلعيها على طول هتلاقيها طريه شويه، طلعي مش مشكله، هي لما بتخليها بره 5 دقايق تتهوى بتنشف، بعد كده نجمعها في برطمان. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين جمالها؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين القوام؟ طبعا هي لسه الشوكليت شيبس سايح لان لسه سخنه، وشايفين بتاعت الفالنتاين داي جميلة ازاي ماربل. تعالوا اوريكم القوام بتاعها، طبعا هي سخنة انا بس هفتحها معاكم واوريها لكم هي سخنة، بس هي لما بتقعد بتنشف عن كده، بس عايزة اوريكم مراحل الايه مراحل بتاعتها. بصوا جمالها، الله اكبر،
شايفين الجمال؟ دلوقتي هتحطها في الكاسات اللي هتاخد فيها الدرينك. هتحطي مثلا ايه، سكر وشويه او باودر لون احمر باودر، اي حاجه تخلطيهم مع بعض. انا ايدي النهارده اتدمرت احمر خلاص. اللون حلو حلو يعني. طيب تمام، هتجيب الكوبايه بتاعتك، تكون الكوبايه يعني غسلتيها خلاص، ومن هنا تكون مبلبله شويه. اوكي، هتبداي ان انت تيجي من هنا كده اهي، ضروري تكون الكوبايه مبلبله من فوق. تمام، شايفين هتبقى دايما دار كده. طيب تمام، شوفوا برضو الكوبايه التانية بلبلتها شويه عشان تبقى مظبوطه. هتبداي ان انت تحطيهم بقى في التلاجه، او تخليهم كده عادي على الرف، بس خليهم في التلاجة لغاية يعني ما تيجي تقدمي، عشان متبقوش متعرضين لبرا الهوا، منها تشبر وتبقى ساقعة وشكلها حلو. حتى الطبق اللي انا حطيت فيه الشوكولات برضو عملت اطرافه كده، بيبقى شكله لذيذ قوي في التقديم. يلا ونقول هابي فالنتاين داي، يا رب يكون عيد حب عليكي سعيد ولذيذ وجميل، ومش تتخانقي مع جوزك ولا مع حبيبك ولا مع خطيبك. انتي بدعي بدعي بدعي، شفتوا الجمال اللي انا عملته ده كله؟ كله بالبيت وبحاجات يعني المقادير كلها بسيطة عادية. يعني هتروحي انتي تختاري من سلطانتك، تجيبي حاجتك وترجعي بالخبيثة تعملي كل الجمال ده، مش هيكلفك حاجة. انت لو شريتي التورتة بس دي بالمنظر ده هتاخديها بحاجة وعشرين او 30 دينار. لا، انت هتعملي كل الكلام ده كله ممكن بالمقادير، يعني مش عارفة بالظبط كام، بس يعني كده يعني فاهمين بقى، مش عارفة اوصلها لكم ازاي بصراحة. المهم انت تعمليها حتى لو نفس التكاليف، بس انت عملتي بالبيت وساعدتي جوزك وبسطتيه، ساعدتي صاحباتك صديقاتك لو انت مع صديقاتك، ساعدتي ولادك، ساعدتي اهلك. بصي كده، انا حطيت هنا الشموع ديت عشان هولعها طبعا وقتها، بس انا دلوقتي عملت حاجتي وهشيلها تاني. حطيت الهديه كده على جنب، شكلها برضو لذيذ، وكانت هديتك او هديته حطيهم برضو موجودين على الجنبين بحيث يكون شكلهم لذيذ. ولعي الشموع، اختاري كل حاجه حمرا في بيتك في اليوم ده وحطيها. حاولي تجيبي الشمع يكون لون احمر، يا سلام لو مفرش احمر بابيض. الشوكليت قدمناه كده. لو هتعملي برضو عشا رومانسي، هختار لك تعملي ستيك اللي بكاتا مع رز ابيض او خضار سوتيه، يبقى عشا بسيط لذيذ. اعملي فطاير بسيطه. بصوا المنظر في الاخر، حطينا الكوكيز برطمانات، اعملي جو رومانسي، طفي الليتات بقى بتاعت البيت كلها، تولعي الشموع، حطينا مطاره تكون لونها احمر. حاولي كل حاجه اختاريها زي ما قلت لك، حمراء كاسيتك صحونك كل حاجه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون في افكار كتير فادتكم. بالاخير اقول لكم كل عيد حب، وانتو الحب كله وانتو السعاده كلها اللي في الدنيا. اسعدي نفسك، حبي نفسك، ما عندكيش حد، قومي اعملي لنفسك وبسطي نفسك، انتي محدش هيجي يفرحك بجد والله. اسعدي نفسك، لو انتي سعدتي نفسك هتتعكس عليكي بطاقة إيجابية. لو انتي عيطتي وحزنتي ومفيش حد عملي، هتيجيلك كله سلبي. تمام، فكري فكري، ركزي، طبقي. اوكي حبايبي، هابي فالنتاين داي. اذا كان عجبكم الفيديو انزلوا بسرعة تحت الفيديو في كلمة سبسكرايب، اضغطوا عليها، كان بها جرس فعلوه عشان كل جديد انا انزله يوصل لكم بإشعار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.